أهلا بكم من جديد إلى برنامج السعودية في أسبوع من سي إم بي سي عربية، وإليكم جملة من الأخبار. حيث تعتزم وزارة العمل إلزام المنشآت والمدارس الأهلية ذات النشاط الاقتصادي بتطبيق برنامج حماية الأجور للمنشآت العملاقة التي تضم 3000 عامل وما فوق حسب الرقم الموحد للمنشأة بغض النظر عن حجمها، ومن خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل اعتبارا من نهاية الشهر الجاري. وقد وضع البرنامج قيد التجربة قبل التطبيق الإلزامي. أيضا وقع وزير الإسكان السعودي 8 عقود لتطوير مخططات أراض بمساحة 26 مليون متر مربع لتوفير أراض مطورة في عدد من المدن تستوعب ربع مليون مواطن بقيمة 4 مليارات ريال. وأعلن الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد توقيع المزيد من عقود مشاريع الإسكان الكبيرة ذات الخدمات المتكاملة، منها مشاريع قيد التصميم في مناطق عسير ونجران والباحة ومكة والرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك. ارتفع معدل التضخم في المملكة في يوليو الماضي بنسبة 3.17% على أساس سنوي، مسجلا أعلى مستوى له منذ مايو الماضي حينما سجل 3.18%. وجاء الارتفاع في معدل التضخم خلال شهر يوليو نتيجة لتزامنه مع شهر رمضان، حيث عادة ما ترتفع خلاله أسعار السلع الغذائية والمشروبات نتيجة لارتفاع مستوى الطلب عليها. والله في أطراف متعددة مشتركة في هذا الجانب، لكن أنا أحمل وزارة التجارة الدور الأكبر في غلاء الأسعار في الفترة الماضية، عدم وجود رقابة كافية، كذلك عدم حمل بجزء بسيط المستهلك عدم وعي في بعض السلع تكون زائدة وأنا في غنى عنها، فممكن أبحث عن بديل آخر ويكون مناسب وسعره مناسب لي. لا، هو المستهلك ملوش دعوة، المستهلك هو المظلوم، هو الغلبان في الموضوع، بس كل اللي انت قلتيه ده اعتقد هم اليوم المسؤولية، لان كل واحد فيهم ساكت ومحدش عايز ياخد فعلا خطوة جريئة ان يحل الموضوع، واللي بيدفع الثمن هو المستهلك، والمستهلك راتبه ثابت لا بيزيد ولا اي شيء، والاسعار هي اللي عمالة تزيد والراتب زي ما هو. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا فهد التركي كبير مديري إدارة الأبحاث في جدول الاستثمار. أهلا ومرحبا بك أستاذ فهد. بداية، رمضان يشكل موسما لرفع جنوني في الأسعار، كيف يمكن السيطرة على هذه الظاهرة وبالتالي أيضا الحد من التضخم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا مرحبا شيرين، شكرا على الاستضافه. الله يحييك. غالبا شهر رمضان يتسم بارتفاع الاسعار، وتحدثنا عن هذا قبل شهر رمضان، وذكرنا انه خلال شهر رمضان ترتفع اسعار الغذاء خصوصا. وصدرت البيانات خلال الاسبوع الماضي، ونشرنا تقرير من جدول الاستثمار يتعلق بالبيانات الاساسيه التي نشرت عن التضخم والاسعار، وكانت الزياده في تضخم الغذاء زيادة بنسبة أكثر من 6% خلال شهر رمضان، وهذه الزيادة تمثل زيادة لم نشهدها خلال الأربع سنوات الماضية. بالنسبة للشق الثاني، كيف يتم التعامل مع هذه الزيادة في التضخم خصوصا خلال شهر رمضان؟ ربما يكون هناك جزء من التضخم خلال شهر رمضان مبرر، وذلك بسبب الزيادة في بعض السلع والخدمات، الزيادة في الطلب على بعض السلع الموجودة في السوق التي لم تكن موجودة في السابق، مما يستوجب زيادة في تكاليف التخزين. كذلك هناك الجانب الآخر، وهو الشق الذي قد يكون فيه تلاعب في الأسعار بسبب الطلب الزائد خلال هذا الشهر، وهذا يحتم على غالبا وزارة التجارة أن تزيد من الرقابة على الأسعار خلال الشهر الفضيل. نعم، ما هي أفضل سياسة يمكن أن تطبق برأيك يعني كمحلل وكخبير اقتصادي للحد من ظاهرة التضخم التي كما ذكرت يعني عام بعد عام نجدها تتفاقم؟
عموما يعني انا دائما اقول التضخم لا يجب ان يؤخذ كرقم بمعزل عن المؤشرات الاقتصاديه الاخرى. التضخم يكون ايجابي في معدلات معينه، لكن الزياده غير المبرره كما ذكرت هي التي يجب ان تجاب. الارتفاع في الاسعار يكون مرتفع، زياده الاسعار في فترات الازدهار تكون عاديه، لكن الزيادة المضطردة هي التي يجب أن تواجه. بالنسبة لمواجهة الأسعار هناك عدة سياسات وليس سياسة واحدة، بالرجوع إلى مسببات الزيادة في الأسعار، فيجب معرفة الزيادة، مسببات الزيادة قبل معرفة أكيد كيف مجاباتها. فإذا كانت الزيادة السيولة ممكن إدارتها عن طريق السياسات النقدية والمالية، وإذا كانت احتكار كما يوجد في السلع المعمرة أو كذلك في سوق الإسكان، فيجب دعم المنافسة في هذا الجانب أيضا. نعم، يعني هناك توجه فعليا في المملكة لرفع الحد الأدنى للأجور. كلنا نعلم أنه عندما يتم رفع الحد أو الأجر بشكل عام، أجر الموظف، بالتالي تزود أو ترتفع كل أسعار السلع. تعليقك على هذه الجزئية. تم رفع الحد الأدنى للأجور أو تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي بمبلغ 3000 ريال في الشهر، وفي القطاع الخاص تم احتساب الموظف كسعودي في برنامج النطاقات ب 3000 ريال في الشهر. لكن أنا أتكلم عن زيادة أخرى مرتقبة، كان هناك أيضا حديث عن زيادات وصول، نحن نتكلم هذه 3000 موجودة مسبقا، لكن أتكلم عن مناقشة الحد الأدنى للأجور ووصولها إلى 5700 ريال. بالنسبة لزيادة الدخل، يجب أو زيادة الدخل لحل مشكلة التضخم، هذه فيها إشكالية، لأنه التفكير في الدخل فقط لحل مشكلة التضخم قد تكون إيجابية على المدى القصير والقصير جدا، ولكن لها تبعات كبيرة على المدى الطويل، فممكن أنها تزيد في السيولة في الاقتصاد، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ورأينا هذا في زيادات سابقة. يجب أن يتم التفكير بدل دخل الفرد، يجب أن يتم التفكير في دخل الأسرة كمنظومة كاملة، وذلك بتوفير وظائف للشباب الذين غير موظفين موجودين في الأسر، ومما يدعم دخل الأسرة ككل. كذلك يجب التفكير في توظيف النساء، فتح باب التوظيف أو دعم التوظيف النسائي كما هو موجود في الاقتصاد الآن، يجب أن يدعم كذلك. وكذلك إضافة إلى ذلك هناك دعم الإنتاجية في الاقتصاد، والتفكير الذكي فيما يتعلق بالدعم السلع والخدمات المدعومة من الدولة. يجب أن يكون هناك توجيه مباشر لمن يحتاج دعم. يعني أنت تتكلم ورفعه عن الجانب الذي أنت تتكلم بهذه الحيثيات عن وجود تضخم متسبب فقط من الداخل، لكن أيضا هناك حديث آخر على أن المتسبب الرئيس في التضخم هو بفعل عوامل خارجية، وأيضا بسبب ارتباط الريال بالدولار. تعليقك على هذا؟ غير صحيح بالنسبة للفترة الحالية، قد يكون في فترات سابقة تأثر التضخم في السعودية بعوامل خارجية كان كبير جدا، لكن في الفترة الحالية لم نجد هذا التأثير. لكن ترجع إلى أو المشاهدين يرجعوا إلى التقرير النشر من جدول الاستثمار الذي يقارن التضخم في السعودية مع الشركاء التجاريين، وجد أن السعودية تضخمها أعلى من الشركاء التجاريين، وذلك بسبب الزخم الاقتصادي الموجود محليا. بالنسبة للربط للارتباط في الدولار، يعني في الاقتصاد في مبادئ الاقتصاد، سياسة مرنة لسعر الصرف قد تكون حاجز لتأثير الأسعار الخارجية على التأثير على الأسعار المحلية. ولكن هذا ينطبق كثيرا على أستاذ فهد، يعني قبل أن يدركنا الوقت، يعني سؤالي الأخير، دعنا نتناول تقرير جدوى الذي توقع استمرار الضغوط التضخمية في المملكة. على أي أساس أتت هذه التوقعات؟ وهل يتحمل الاقتصاد السعودي المزيد من الارتفاعات المستمرة في الأسعار؟
هناك عده مؤشرات تشير الى ذلك، الى وجود التضخم، الى استمرار الضغوط التضخميه المحليه وليست الخارجيه، وذلك بسبب الانفاق الاستهلاكي الكبير الذي نراه. لو تابعنا جميع المؤشرات في الاقتصاد السعودي نرى نمو كبير في الاستهلاك المحلي، كذلك الانفاق الحكومي، كذلك ايضا هناك تشوهات في 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 سوق الاسكان تضغط على اسعار الايجار، مما تدفع التضخم الى استمراره في مستوياته الحاليه. نعم، اذا فهد التركي كبير مديري اداره الابحاث في جدول الاستثمار، شكرا جزيلا لك. الى هنا ناتي الى نهايه هذه الحلقه من السعوديه في اسبوع، الى اللقاء.